عموما الاهلي الوقت سافر بنفس القايمه بتاعت الماتش بتاع الرجاء. هل دي ما كانتش فرصه يا كابتن ان ممكن بعض اللعيبه اللي بعيده زي سافيو، زي شادي حسين، زي رأفت خليل مثلا، يعني ايمن اشرف، تبقى موجوده في الـ في الـ في مباراه زي دي؟ هو كولر بقاله بالظبط يعني عشان بس افهمك السيناريو اللي كان شغال بيه من بدايه السنه لو فاكر يا استاذ محمد اول ما جه، حتى كلنا كنا بنتساءل التغييرات الكثيره اللي بيعملها من ماتش وماتش في بدايه الدوري، والناس اتكلمت على انه بيعمل تدوير في بدايه الدوري، وبدايه الدوري ما بيبقاش تدوير، بدايه الدوري بيبقى تجهيز عدد كافي من اللاعبين عشان يبقوا في فتره من الفترات التشكيل ثابت، الناس اللي موجوده جوه القايمه ثابته. دي الفتره زني الثمار دايما المدربين الكبار الاجانب بيعملوها، يبدا في الاول يعمل تجهيز للاعبيه وبعدين يثبت في الاخر. بيعملوا دلوقتي بيعمل العكس، وبالاخص ان النادي الاهلي بقاله سنتين بيشتكي من حته ضياع الدوري علشان اخر خطوات الدوري بيقع فيها، لانه كان بيلعب مباريات اكتر، عدد من المباريات اكتر، فهو زود المساحه ما اجادش اللعيبه، ولما وصل لفتره جني الثمار اللي هي في الثلث الاخير من الموسم بدا يثبت، فهو عنده حته التثبيت اللعيبه دلوقتي في القايمه اللي راحت الرجاء هي اللي هتروح السوبر، هي اللي هتلعب طب بقيه المباريات بتاع بطوله افريقيا لحد ما يحسمها، ولو الدوري اتحسم بدري وده متوقع ان شاء الله يحصل ان هو يشفك بقى اللعيبه الاخرين. طب انت يا كابتن وجهه نظرك ان مواجهه الزمالك في السوبر كانت افضل للاهلي ولا مواجهه بيراميدز دلوقتي كما تقرر يعني؟ لا للزمالك طبعا. افضل للاهلي كتير انه كان يقابل الزمالك من بيراميدز. ليه بقى؟ للمستوى في الوقت الحالي يعني، انت عارف ان كل فرقه، نادي الزمالك نادي كبير طبعا، احنا نعترف ان 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 مباراه اهلي وزمالك بتبقى ليها يعني بيراميدز اصعب تقصد؟ طبعا يعني انت بص للجدول، يعني انت بتتكلم على جدول الدوري بيديك انطباع عن مستوى الفرق اللي في الجدول اللي في الدوري الاول. بس 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 دي بطوله من ماتش واحد، ونادي الزمالك عنده خبرات اللعب في الماتشات اللي زي دي وخط في بطولات زي دي يعني غير بيراميدز. ما هو يعني هم ردوا عليك يا استاذ محمد في الموضوع ده، يعني لو هي الانطباع كده ما كانش انسحب، انت فاهمني؟ يعني لو كان متاكد من المستوى الفني ال 100% في الوقت الحالي ما كانش انسحب، لو حتى يتغاضى عن اي حاجه لانها بطوله بتاعت مباراه. هو الانسحاب بسبب ازمه كهرباء مش بسبب المستوى الفني يعني. ايوه في اسباب كتير، في اسباب معلنه واسباب غير معلنه. يعني انا بكلمك من الناحيه الفنيه، يعني انا دلوقتي في الوقت الحالي النادي الاهلي وصل لمرحله كويسه فنيا، فانا هقابل النادي الاهلي في الوقت ده، فلو انا كنت افضل منه فني في الوقت اللي احنا واقفين فيه دلوقتي كنت ممكن اقاتل شويه ان انا اروح العب المباراه واكسب المباراه واكسب البطوله. يعني انت شايف ان بيراميدز هيبقى منافس قوي للاهلي في هذه المباراه؟ طبعا لحاجتين مهمين قوي. رقم واحد ان بيراميدز مش هيبكي على حاجه لانه جاي في ظروف صعبه، الناس ما كانش تلعب المباراه وما كانش بتحضر للمباراه، فهتروح تلعب باريحيه كبيره قوي، الضغط هيزداد على النادي الاهلي جدا لانه بيراميدز مش يعني اكيد هيلعب على البطوله، لكن لو خسر البطوله عنده ما هو يعني عنده حته ان هو يقول لك انا ما كنتش مستعد كويس نفسيا، ما كنتش مستعد. طب ما عندوش ضغط الجماهيري برضه والاعلامي وكل الكلام ده، وما عندوش ضغط جماهيري واعلامي، فالحاجه فدي. والنادي الاهلي طول الاسبوع اللي فات بيحضر على نادي الزمالك غير نادي بيراميدز، هي هتبقى متبادله يعني بيراميدز والاهلي. هل هياثر على بيراميدز انه هيسافر متاخر؟ يعني مسافرين بكره الساعه 6 والماتش يوم الجمعه انت عارف. لا ما تاثرش علشان حته بيراميدز الفتره اللي فاتت هو بعد ما خرج من البطوله يمكن دي اللي تاثر عليه شويه. لكن الحته بتاعت السفر، طب ما هو انت لو اتكلمت على تاثير الاهلي عنده تاثير اكتر رغم انه راح بدري شويه، لكن النادي الاهلي كان جاي منين؟ كان جاي من المغرب، بطوله قويه، ماتش قوي جدا،
مستوى فرقه. ما خد بالك بيراميدز جاي من جنوب افريقيا. أنا فاهم. لسه واصل. انا فاهم. ولكن انت بتتكلم على مستوى الفرقه اللي كانت بتلعبها بيراميدز ومستوى فرقه الرجاء وقبليها مستوى فرقه الهلال السوداني مع النادي الاهلي. وحته السفر وحته. طب انت عندك نسب للماتش ده؟ يعني نسبه ده كام في الميه وكام في؟ انا شايف ان 60 اهلي 40 بيراميدز. لا يا راجل. 60 40. 60 40 دي نسبه في صالح بيراميدز جدا. طبعا يعني 60 للاهلي 40 بيراميدز. يعني مش 70 30 الاسباب اللي انا عشان الاسباب اللي انا بقولها لك. يعني مش 70 30 ونبقى مجاملين بيراميدز. لا يبقى انت تقدر تديني نتيجه. تفضل تديني نتيجه. 3-1 اهلي. عارف ساعتها اعمل ايه انا؟ قول لي هتعمل ايه؟ لا بقول لك ايه انت ساعتها. لا هبصم 100% انا بصم. انت باصم اصلا؟ لا انت تعمل مرحله اعلى من كده. لا مرحله بقى ما اعلى من البصم دي مش عارف لسه بقى. لكن 3-1 انا شايف انه بيراميدز فريق يعني خرج من الموسم عايز يعمل شكل، عايز يعمل هيروح هتعلى. الماتش هيبقى قوي و3-1. يعني هو وبالاخص انه جاي من بعيد. عارف فاكر الدنمارك؟ فاكر طبعا الدنمارك في امم اوروبا. ايوه امم اوروبا كان ده هو لما شارك اصلا ما كانش مشارك. هم كانوا على الشواطئ اللعيبه جم خدوا البطوله لان الضغوط اتشالت من عليهم. فبيراميدز الضغوط ما اتشالت من على بيراميدز دي حقيقه، يعني الضغوط زادت على النادي الاهلي بوجود بيراميدز. انه كمان خساره من زمالك غير خساره من بيراميدز. يعني لو خلص 3-1 هيبقى في سيستم تاني بينا، يعني خد بالك. فهيبقى في، لا هتبقى في بقى يعني ايه غرامه كبيره مني. خد بالك هكلمك يوم الجمعه بالليل. خلاص. طب ولو النادي الاهلي كسب 2-0؟ انا بقولك 3-1. طب ولو كسب 2-0 اكسب انا؟ انت بتقول 60 40 هيبقى، هتبقى رايك 2-0؟ يعني 2-0 للاهلي؟ للاهلي. يبقى النسبه 60 40 ازاي؟ لا النسبه 60 40 ان النادي الاهلي لو 70 بيكسب 3-0. اوكي. لان 70 30. طب انت بتقول 2-0 وانا بقول 3-1. طيب خلاص. نترجمها يعني لازم تبقى فيها تعويره. ايه هي بقى؟ ما نعرفش بقى. عشاء اي حاجه. هنشوفها يوم الجمعه يا كابتن. خلاص يبقى لي عشاء عندك لان انا واثق 2-0 ان شاء الله. انت في كل الاحوال يا كابتن ليك عشاء عندي ان شاء الله. ماشي حبيبي حبيبي. كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا.